نحن تقدمنا للترشح بعد أمرين اثنين، بعد ما فشل التوافق لأن الناس ما مش حابين يتوافقوا فيما بينهم، نحن لا نتحمل هذه المسؤولية، وبعد ما كذلك لم نتلقى أي جواب على اقتراحنا لمرشح المعارضة، ونحن لم نعتمد على وسائل الإعلام في الحديث على مرشح المعارضة، رحنا المعنيين مباشرة، رحنا لهم لبيوتهم المكاتبهم وطلبنا منهم أن نتفق على مرشح للمعارضة، ولكن لم نتلقى أي استجابة.